السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جبت لكم صلصه طماطم بمكون سحري راح يعطيها قوام رائع. الطريقه سهله كما راكم تشوفوا هنا. الطماطم تاعي غسلتها مليح وراح نقطعها يعني قطع عشوائيه، يعني في اناء يكون يعني ندير كسرونه تكون ثقيله باش تساعدني في عمليه الطهي. كما راكم تشوفوا هنا انا راني نقطع في الطماطم تاعي بهذا الشكل، يعني هنا قطعوها عادي بهذا الشكل. صدقوني الصلصة جات ما شاء الله وبنينة، يعني بمكونات بسيطة وأكيد المكون السحري يعني زادها قوام رائع. هنا بعد ما كملت كامل الطماطم تاعي أنا راح نحطها على النار ونكمل معاكم باقي المراحل. هنا كما راكم تشوفوا أنا حطيناها على النار، أنا راح نخليها تطيب ونوريها لكم بعد ما تبدا تغلي معايا. هنا كيما راكم تشوفوا وبدات تطيب معايا الطماطم، راح نزيد نخليها قليلا بهذه الطريقه حتى نتحصل عليها يعني طيبه مليح بهذا الشكل. في المرحله هذه بعد ما طابت معايا كيما راكم تشوفوا راح نطفي لها الفرن ونرحيها معاكم. هنا كيما راكم تشوفوا حكمت الاشوار بهذه الطريقه وضفت يعني الصلصه او الطماطم اللي كنت طيبتها وراح نديرها يعني في الاشوار ونرحيها معاكم بهذه الطريقه. صدقوني جات الصلصه ما شاء الله، اكيد بالاضافات اللي كنا ضفناهم. كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما رحيتها تحصلت على هذا القوام. احنا نرجعها لنفس الكسرونه اللي كنت طيبتها فيها ونحط لها المكونات اللي هما رند، حطيت ايضا فلفل احمر، تابل خاص بالزيتون فيه كلش يعني التابل هايل، والفلفل الاسود، واكيد اكيد بلا ما ننساو راح نحط معاهم الزيت. هنا حطيت ايضا حوالي ملعقه كبيره ثوم كنت سبق وحضرته معاكم، يعني ثوم مرحي او كريمة الثوم. في الفيديو على القناة تقدروا تشوفوه. هنا عندي ايضا حوالي 3 ملاعق زيت. هنا الزيت ايضا راح يعطيها يعني بنة روعة. بهذه الطريقة راح نخلط كامل المكونات جيدا. اكيد هنايا في هذه المرحله راح نخلوها تزيد تطيب معانا، لانه كما تعرفوا هنا ايضا ضفت حوالي ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره، والسر اللي راح يخليها يعني قوامها رائع اللي هي ملعقه نشا، ملعقه صغيره تاع نشا او مايزينا بهذا الشكل. نخلطوها حوالي 5 دقائق ونطفو عليها النار ونحطوها تبرد وتكون الصلصة جاهزة معنا. بلا ما ننسى كنت نسيت ما حطيتش يعني ملعقة ملح، وهنا الملح على حساب الذوق، الذوق يعود ليكم. كما راكم تشوفوا ملعقة صغيرة ملح، والملح هنا على حساب الذوق. في هذه المرحلة طفيت لها النار وحنخليها ترتاح ونحطها لكم جاهزة. هذه هي صوص او صلصة الطماطم اللي حضرتها معكم، جات ما شاء الله بنينة وعطتني كمية يعني الله يبارك. هذه تستخدموها للبيتزات للسوفلي لكل يعني اطباقكم. كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله وقوامها رائع. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. سلام.